بأدوات ووكالة، ناس بالوكالة عنهم هي اللي بتخرب في البلد، وللأسف الشديد ناس بتدعي ان هم مصريين وهم أصلا مش مصريين وما يعرفوش يعني ايه الوطنية ولا الشعب المصري المتماسك المحب لنفسه. ورويدا هيظهر لنا العدو الحقيقي ويستغنوا بعد كده عن الكلاب او عن الخونه او عن الوكلاء بالنسبه ليهم. وان شاء الله مصر بتتبني، بس البنى ما بيظهرش دلوقتي، لان حضرتك عارفه ان البنى بيستغرق. لو حبيت تبني مثلا منزل او كذا بياخد سنه سنتين ثلاثه اربعه، لكن لو عايزه تدين ما ياخدش يومين. فطبعا الهد كان جامد في البلد، لكن البنى هو شغال وبنشوف بعينينا طرق وكباري ومصانع، ومصانع اتفتحت تاني من اول وجديد، اشتغلت لما الطاقه اتوفرت والحمد لله، لما عاد في فائض في الطاقه ورجعت المصانع تاني تشتغل، وان شاء الله في خير جاي.